ممارسات بسيطة منا نقدر نساهم بشكل كبير لتقليل من مخلفات الطعام. At the restaurant, we present our guests with dinner with a bread basket. A lot of the time, I see the bread not being finished, barely touched, and it really upsets me. I hate seeing bread being wasted. أو حتى كيفية إعادة ابتكار وصفات من بقايا الطعام المتبقية. الطريقة اللي بتتعامل أنت فيها مع الأكل اللي بتستهلكه بتحدد كمية الأكل المهدور. أنا بمفهومي ما لازم نطلب نحن وجوعانين. So, لازم نطلب شوي شوي لأنه عادة الإنسان بس حيلا حدا بس يطلب هو وجوعان بيطلب كتير quantities. إحنا بنحكي دائما يزيد ولا ينقص وهذا إشي كتير غلط. إحنا لازم نعمل الكميات على حسب استهلاكنا وحسب متطلباتنا. Rather than it going in the trash, we have so many animals that we can help feed, including ones in our own homes. والأهم من هيك إحنا لازم نستثمر بالشباب وبالأطفال عشان نوعيهم ونعلمهم إيش الأثر والضرر اللي ممكن يصير من هدر الطعام.